السلام عليكم ورحمة الله. يجون دولوني من الجبهتين. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إدارة البحث العلمي لآثار الكرنة وإدارة مركز الزوار وعلى رأسنا الأستاذ عبد الدين محفوظ والأستاذ عبد الخالق ومجموعة الزملاء الآخرين ومجموعة زملاء الكرنة أن تقدم لكم صديق عزيز علينا. نتمناها ان تكون في الصيف عشان نكون معاه حول الاسكندريه، لكن الحمد لله البقيه في الشتاء وهو في الدفع الصعيد هنا الدكتور محمد رأفت عباس، وهو يقدم لكم ويقدم لنا محاضره قيمه عن دور المركبات الحربيه في السياسه المصريه وخاصه في عصر الرعد. طبعا نعلم ان هذه الفتره في الأسرة 18 وعصور أطعام السبت، النطق الصحيح طبعا شرمنا طبعا رمسيس لا رعمسيس، وأن نقول إيه الرعامسة لهم دور كبير في التاريخ المصري واستقبال الحضارة المصرية في الداخل ونفوذ مصر الخارج. هؤلاء الناس أو هؤلاء الملوك وتحت قيادتهم الشعب المصري أسسوا فترة عظيمة في التاريخ المصري القديم تسمى فترة الأسرة 16 والأسرة 20. هؤلاء الناس كما قلت مدوا أو امتدوا من نفوذ مصر شمالا وجنوبا أو شرقا وجنوبا وغربا، حتى كانت لمصر في هذه الفترة اليد العليا في هذه المنطقة الفترات أو الأماكن أو الممتلكات القديمة، وكان لها الكلمة العليا. فنحن نستمع الآن عن دور المركبة، طبعا المركبة عربية ومصرية قديمة. مركبة هي نفس النطق بالمصر القديم ونفس المسمى في اللغة العربية، حتى الشائع عندنا اسم العربة والحصان أو الحصانين تعنت حتري والتي تطور منها كلمة حمدور. لا أطيل عليكم، ونحن نستمع إلى الناحية العلمية والناحية الوثائقية من الدكتور محمد، فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أحب أرحب بكل السادة الحضور الأفاضل اللي تشرفوا بحضور المحاضرة النهاردة. أحب أرحب بكم في محاضرة بعنوان الدور الدبلوماسي لرجال المركبات الحربية المصرية أو العربات الحربية المصرية خلال عصر الرعامسة. وأتمنى بمشيئة الله إن حضراتكم تحققوا كل الاستفادة العلمية والفكرية والثقافية المرغوبة في هذا اللقاء. طبعا معلش بفضل أتكلم وأنا واقف من المحاضرة. قبل ما أبدأ أتكلم بشكل مباشر عن المحاضرة، يعني أحب أرحب بكل الزملاء الأفاضل والأصدقاء الأعزاء وكل هنا في وجودي في القرن أثناء المهمة الخدمية في مركز المصري الفرنسي لوزارة معالي القرن. وأحب أشكر كل الزملاء والمديرين على كل يعني استقبالهم
my partner project and all my kind colleagues, Kiara, Zilka, Anis, Sadiq, all of them for their great supporting which they gave for me during my stay and my scientific mission inside the department. And also I would like to thank and present all my love and respect to all my Egyptian kind colleagues inside Karma, Luxor, Western Bank, for all their generosity and their support for me during my stay in Karma. الحياة من المحاضرة برضو هنا مختلفة إلى حد ما لأن أنا أقدمها باللغتين اللغة العربية واللغة الإنجليزية. طبعا هو ده يعتبر إلى حد ما نوع يعني صعب بتشكل المحاضرات مش بنشوفه دايما، لكن أنا بحاول أقدمه باللغتين علشان تتحقق الاستفادة سواء للزملاء والحضور المصريين والزملاء والحضور الأجانب إن شاء الله. This lecture I want to perform it in both of languages, both of Arabic and English. I know that this kind of lecture is so different in a lot of aspects because it's complicated a little bit. But I would like to perform it in this way to make all the scientific benefits that you could wish in order to make to be more interested for both of our Egyptian colleagues or our foreign colleagues. Okay, so I will start in English and then I have to explain the other part in Arabic. During the Renaissance period, challenges were having great importance in Egyptian society. According to the important Berkeley law, which is stated in the battles of this period, Renaissance period characterized by the military activities in the different fields of life. As a result of the great number of wars which were fought by the Egyptians in this period, we can observe the upraising of the Chaldeans in the Renaissance period from the famous texts of King Ramesses II on the Battle of Carthage, where Ramesses II mentioned, "It is who which I found beside me in the fight, my Chaldean and my Chaldean of men." Also Ramesses II described himself in his text as, "He is the savior of his army in the day of fighting. He is the great protector of the charity." Charity also played an important role in the diplomacy, as many Ramesses charioteers heard the title "Uduchi Nisu El Khasumtet," or "The Royal Envoy to Every Foreign Country." This lecture will focus on the diplomatic role of the charioteers in the Ramesses period and their status in the Egyptian society. سلاح العربات الحربية أو المركبات الحربية، هذا السلاح العسكري الآن الذي غير وجه التاريخ. الحرب العسكرية في منطقة الشرق الأدنى القديم خلال الألف الثاني قبل الميلاد، هذا السلاح كان له الفضل الكبير والمباشر في أن أصبحت في مصر إمبراطورية كبرى تمتد من بلاد تروس شمالا، جبال تروس شمالا، وحتى الجذر الرابع في بلاد النوبة جنوبا. نحن لا نكون مبالغين إذا قلنا أن لولا هذا السلاح الهام ما استطاع المصريين أو أتمكنوا من أن يكونوا إمبراطوريتهم الضخمة في خلال الألف الثاني قبل الميلاد أو خلال عصر الدولة الحديثة الذي تشمل مصراتنا من الثامنة عشر وحتى العشرين. نعم المصريين قد اقتبسوا هذا السلاح من الهكسوس كما هو معروف تاريخيا، ولكن الذي ليس هو شائعا وليس معروفا لدى المصريين أن لولا التطوير والتقنية الحديثة اللي أدخلها المصريين على سلاح العربات الحربية، لما تمكن المصريون أو المصريين من جعل هذا السلاح هو القوة الضربة والسلاح الأقوى في العالم في كل الإمبراطوريات اللي كانت موجودة في الشرق الأدنى القديم خلال الألف الثاني قبل الميلاد. المركبة الحربية المصرية أو العربة الحربية المصرية لم تكن مساوية لنفس المركبات أو العربات الحربية
صدروا حروب طويله جدا وقاسيه جدا وشرسه جدا. المصريين حاربوا ضد الكاسيين، حاربوا ضد النوبيين، ضد الليبيين، ضد شعوب البحر، ضد السوريين، على كل الكبائر من اجل دفاعنا للديمقراطيه المصريه وسعادة املاك الديمقراطيه المصريه فيما بعد في عصر العمالقه والحفاظ على هيبه الدوله والديمقراطيه ومكاسب الدوله الى اكبر وقت ممكن. فبالتالي كان شيء بديهي وشيء طبيعي ان ضباط العربات الحربيه خلال عصر الرعنصر على وجه التحديد يكون لهم مكانه اجتماعيه اكبر ومكانه مرموقه نظرا للدور العسكري الكبير اللي هم قدموه خلال المعارك الحربيه الطاحنه اللي خاضها الجيش المصري ابان عصر رمسيس الاول ورمسيس الثاني والمرتاح ورمسيس الثالث الملوك المحاربين الكبار خلال عصر الرعنصر. الاهميه دي والدور ده حتى بنلاقيه في نصوص الملك رمسيس الثاني على معركه قادش لما هو بيجي يتكلم لما تعرض للوقت الحرج الاوقات العصيبه اثناء المعركه واتحاصر من 2500 مركبه حربيه حيثيه فهو خاص بالذكر وبالفضل فارق المركبه الحربيه الخاص بيه اللي هو معروف اللي هو اسمه من لوقوفه جنبه في هذا الوقت الحرج والفرعون والملك رمسيس الثاني كان بيتفاخر ان هو الحامي لمركباته الحربيه والمقاتل لمركباته الحربيه. يعني نقدر نقول ان هذه الاهميه نستطيع ان نتلمسها بشكل من خلال نصوص عصر الرعنصر بعد ايام نصوص الملك رمسيس الثاني بوجه خاص. فبالتالي ضباط العربات الحربيه او المركبات الحربيه المصريه دورهم كان كبير جدا في المجتمع وفي اداره الدوله، والشيء الاهم والاخص هو الدور الدبلوماسي اللي لعبوه خلال عصر الرعنصر. اللقب الملكي اللقب الاداري والدبلوماسي الاهم والاكبر خلال عصر الملك الرعنصه كان لقب جوتشي سون ايرخا سون، بمعنى المبعوث الملكي الى البلاد الاجنبيه. هذا اللقب كان حامله يكلف بكل المهام السياسيه والدبلوماسيه والاداريه في شؤون الامبراطوريه المصريه خلال عصر الرعنصه والدوله الحديثه بوجه عام. الحقيقه ان ضباط العربات الحربيه كان ليهم سيطرة كبرى على هذا اللقب الإداري وهذا اللقب الدبلوماسي، واستطاعوا من خلال السيطرة عنه إن هم يلعبوا دور دبلوماسي هام حيوي جدا خلال عصر الرعنصة زي ما احنا هنشوف في ما هو قادم إن شاء الله في المحاضرة. كده ماشي كويس كده عربي وإنجلش يا جماعة مفيش مشكلة؟ سواء أنا كويس بقول الإنجلش والعربي بس ما زلت عندي بروبلم؟ became part of the aristocracy in
seeing about the different countries, their people, chiefs and kings, their political interests, the internal situation, and the power of the country. To carry diplomatic responses and to communicate oral messages. To collect that tribute for the king from vassal states. He was entrusted with the gold, with all the gold, silver, and the precious gifts exchanged. He would also carry the royal gifts to the vassals. To prefer the daughter of a foreign king to his own king for marriage, usually an envoy of her own country accompanied her as well as the royal envoy of the king whom she was going to marry. To capture rebels and to lead them in bondage to his king, to conduct a prince of a subject country to the presence of the pharaoh on his own request, to announce the accession of a new king to the throne, to carry out political negotiations, to investigate matters of unusual importance, to reconcile differences between vassal chiefs and to interrogate them. So let's move to our خلال عصر الدولة الحديثة بوجه عام وعصر الرامسة بوجه خاص. كان اللقب الدبلوماسي الإداري الشهير أو الهام اللي هو الناموس الملكي إلى كل البلاد الأجنبية اللي هو وجوتي اسمه الخاسون أو وجوتي اسمه إرطاني الناموس الملكي لكل البلاد الأجنبية أو الناموس الملكي لكل الأرض كان هو بمثابة أهم الألقاب الإدارية الدبلوماسية في الدولة تماما. أنا سبق وقلت إن فعلا الضباط من العربات الحربية المصرية في العصر الرامسة استطاعوا السيطرة بشكل كبير على هذا اللقب، لكن لماذا استطاع ضباط العربات الحربية المصرية السيطرة على هذا اللقب بهذه الكيفية وما هي الأسباب؟ أولاً هناك أكثر من سبب وراء هذه الظاهرة الإدارية والتاريخية والحربية. أولاً ضباط العربات الحربية المصرية بضباطهم كانوا بيأخذوا الكثير من المعارك سواء في مناطق سوريا أو لبنان أو طبعا. التغير في العصر في المجتمع المصري ان اصبح العسكري
وقف على دراية عسكرية كاملة، شخصيات تستطيع أن يتقصى الحقائق السياسية والحقائق الاقتصادية في المنطقة، شخصيات تستطيع الدولة أن تبني عليها قرارها، بمعنى أن هو المبعوث الملكي في هذا السياق مثلا هو رجل يجيد التعامل مع هذه البلاد الأجنبية كلها على دراية كاملة بالعادات بالتقاليد بالحالة الاقتصادية بالحالة السياسية from the land of Ramesses II. In this part, we will see how
God to see the Pharaoh has caused to be brought to the Pharaoh to request peace from the majesty of the king of Abba and Lord of Egypt with command from Sidon and Rabbah to Sidon. It is noticeable in this text, which considered as one of the most important historical texts in the Ramesside period, the diplomatic role of the charioteers in the Egyptian Hittite peace preaching. Throughout the Mediterranean of the chariot, Idu and Talmud Hetuf, which means the unit commander of chariot, the forces of the chariot were divided into squadrons of 25 chariots, each commanded by a charioteer of the residence, whose senior officer was the lieutenant commander of chariot, which was the first military titles appearing on the upper part of the first line of this section of the Egyptian time history. So as you observe, here is the ranks and titles of the Ramesside Egyptian charioteer. The first one, which is Idinu Ta Hedri. Okay? And after that, it came his diplomatic title, which was Mufuji Nisan. Okay? So this gives us, as we observe, that he, the Ramesside charioteer, as a royal envoy, he was so proud to register his military title of the chariot. Besides the diplomatic title of him as a royal envoy to a foreign country, okay? Moreover, we found the diplomatic role of the charioteers in the important text of the Ramesside period once again in Papyrus Anastasius Lee, which dates to the reign of Merenptah, the fourth king of the 19th dynasty. This all appeared in the section as the beginning of the Papyrus, in epithets and titles of the first charioteer of His Majesty, Amun, and Ovid as the following. We can read, Fair Pilgrim on the right of the king, first charioteer of His Majesty, lieutenant commander of chariot, king's envoy to the princes of the foreign lands of Khur, starting from Saul to Cuba, to the princes of the Asiatics, Amun and Obed. Okay? So, we can observe once more that here, throughout the evidence and titles of Amun and Obed, okay, who was one of the greatest Ramesside charioteers during the reign of Merenptah, the fourth king of the 19th dynasty. He registered all of his diplomatic and military titles of the chariot. You can read exactly. Can't be on the right of the king of David, is an honorable title. First charioteer of His Majesty, lieutenant commander of chariot. So he was having two titles or two military ranks of the chariot, which was the first charioteer of His Majesty and the lieutenant commander of chariot. Okay? And kings involved the princes of the foreign lands of Khu, starting from Saro to Yuba, with the princes of Eshetis and Mun and Ovid. So we are having some comments on these diplomatic titles. Firstly, the end of Khu, it is the name of Palestine, or the end of Canaan during the New Kingdom. Okay? And
area of Saru and to the area of Yuma, which is located near Damascus or near Qadesh. Additionally, I would like to refer that, as you know, well, that the place of Qadesh now is located between two areas, which were Tel Hamra at North Sinai or Tel Abu Sefa. But it's mostly, I think that it is Tel Hamra as most of the Egyptologists are saying. Okay? From this text which mentions the lesbian and the romantic titles of Ovid, we can conclude that Ovid was one of the most important charioteers in the second half of the 19th dynasty, according to the two important written titles and names of the chariotry, which are KJTB in Memphis, or first charioteer of His Majesty, or Idru in Ta'anet Heter, which means literal commander of chariots. Amun Ovid mentioned directly after his cooperative character for chariotry, his diplomatic career as king's envoy to the places of the foreign lands of Kur, starting from Saru to Eur. وخدوا شاش او في بوكاس كروي في تركيا من اجل اقرار
مكون من إخوانيين النسوة، ده أحد الأقطاب الشرفية الشهيرة في مصر القديمة، والصعد الأول لعرض الجلالات الحربية، والقائد المساعد لسائر العلاقات الحربية، والمرؤوس الملكي إلى أمراء البلاد الإخوانيين، بداية إلى أمراء الأسيويين أمور إيرباط. طبعاً واضح جداً من خلال
ضباط العربات الحربية المصرية اللي لعبوا دور دبلوماسي خلال عصر الرعاية. طبعاً أنا اتكلمت في مسار بشكل عام. أولاً يعني أنا اتكلمت عن الأعداد الاجتماعية والظروف التاريخية اللي أدت فيهم إلى الوصول إلى هذا النصر الدبلوماسي الهام. اتكلمت كمان عن دور المهام الدبلوماسية أو طبيعة المهام الدبلوماسية اللي أداها ضباط العربات الحربية المصرية من خلال الأدلة الأسرية والمصرية ومن خلال نصوص عصر الرعاية بوجه عام. دلوقتي خليني أتكلم عن هؤلاء الضباط وهؤلاء الأشخاص بشكل مكثف أكثر من خلال آثارهم ومن خلال أسمائهم. بمعنى إن أنا من خلال دراساتي استطعت إن أنا أعمل حصر واستطعت ان انا اعمل حصر لكل هؤلاء الضباط الذين لعبوا هذا الدور في الدبلوماسي. وتوصلت بوجه عام ان هم كانوا حوالي 12 ضابط مصري خلال عصر الدكتور 19 وال 20 بدايه من حوي الى وبخ سنوه في البصره ال 20. فيما هو القادم انا ان شاء الله طبعا هستعرض هؤلاء اثار هؤلاء ودورهم التاريخي ودورهم الدبلوماسي اهم اثارهم ان شدة جيدة ان احنا بنيجي نلاقي ان الجانب الاكبر من هؤلاء بيعود لعصر الملك المصري تاني. يعني اغلب هؤلاء زي ما انتم شايفين يدور في حاله مثلا رقم 7 حرب عصر الملك المصري تاني، وبعد كده عندنا مؤنخ عصر الملك المتاح، وبعد كده هنقول نفس عصر السلاح، ويعني الباقيين بيلتقوا في مكان ذلك من عصور. حوالي 27 عام، وتاني أطول فترة حكم في تاريخ مصر بعد الملك عبد الوهاب الثاني. وكمان الأحداث السياسية والحربية، أحداث الحرب والسلام اللي كانت موجودة في مصر في الستين كانت كتيرة، إن هو تستدعي وجود هذا الكم الأكبر من المقاصد الملكيين ومن ضباط العربات الحربية اللي لعبوا هذا الدور الدبلوماسي. طبعا أنا لا أزعم إن هؤلاء هم كل الرجل في التاريخ، لكن انا اقول ان هؤلاء من مددنا بهم المصر، يعني التركه المصريه المصريه او الاثار المصريه، لان من المؤكد ان الاثار المصريه في اشياء كتير اندثرت ولم نحتفظ بهذا، لكن من خلال ما توفر لنا استطعنا من خلال هؤلاء ان نقوم بهذا الحصر. وهنتكلم عنه فيما هو القادم بشكل تفصيلي. In the other part of the cella, we will see the following his administrative, military, and diplomatic titles. So, Hawi was held the following title. He was the fan leader of the right of the king, the praised by the good God, troop commander, the overseer of forces, lieutenant commander of His Majesty, the Shari. The royal envoy in every foreign country, the one who comes from the land of Haji and who brought back its great one or princess. Okay, let me read this important line or sentence according to its historical importance. I say, the one who comes from the land of Haji and who brought back its great one or princess. Okay? A person who can remote where it Haji is, he has never existed, the royal scribe Hawi. No doubt that the text of Hawi's tale
in Berlin Museum, referring to one of his important military titles and careers in the Egyptian child as Ibrahim F. Al-Tahir, or Lieutenant Commander of His Majesty in the child. Moreover, he played a very important diplomatic role throughout his diplomatic title, the Royal Envoy to in every foreign country to which his foreign has been. It seems that the diplomatic title, Royal Envoy to every foreign country, have been a particular importance for Rumi. On the stella, this title followed by the words, the one who comes from Haji and who brought back its great one princess. But the great one of the land of Haji, it seems that she is the famous Hittite princess Madhav Neferuhra, who was the wife of King Ramesses II and which was married to him in the 74th year of his reign. So, by the great one of the land of Haji, Madhav Neferuhra, the daughter of the king of the Hittites, was undoubtedly meant and to be with Israel for the man who accompanied the princess of her journey from her country to Egypt. Perhaps sometime before the 34th year of the reign of Ramesses II, Hawi was appointed as royal messenger to every foreign country, and he has the opportunity of coming back with the Hittite princess. Having taken part in this great event, he was anxious to record his diplomatic participation on this stage. أول شخصية اتكلمنا عليها أو نتكلم عنها هو شخصية حوي. حوي كان أحد أشهر الشخصيات العسكرية في العصر الملك رمسيس الثاني، وكان حاكم على بلاد كوش أو حاكم على أهلها. احنا عارفين طبعا منصب الابن الملك كوش أو صار لسوق كاش، كان واحد من أهم المناصب الكبرى في الامبراطوريه المصريه خلال العصر الدوله الحديثه وعصر الرعامسه. حوي استطاع ان يتمكن ان يتقلد هذا المنصب الاداري الهام. لكن قبل هذا، من خلال هذه الروح التي تم الكشف عنها في منطقه نور السفرة وقبل دراستها على المصريات المصري الكبير ابن حبشي رحمه الله، هو اللي قام بنسخ هذه اللوحه ونشرها. استطعنا معرفه الكثير عن حوي وعن تاريخه الوظيفي. حوي قبل ان يعتلي منصب حاكم النوبه اللي هو اهم المناصب وكبرى المناصب الاداريه التي تمكن من الوصول اليها في الدوله، هو كان احد ضباط المعارضات الحربيه، ومن خلال الالقاب اللي هو شفناها كان حامل لقب قائد القوات والمشرف على الخيل وقائد قمصان العربات الحربيه والقائد الاول لعربات جلالات، اللي هي الالقاب العسكريه التحمليه الكبرى في صناعه العربات الحربيه. وبالاضافه الى ذلك على فكره كان برضه هو من ضمن القاده العسكريين اللي هم كانوا بيتولوا قياده القلعه الثوره. واضح ان كان بيتولى قياده القلعه الثوره وكان يعني دبلوماسي يعني مستقبلا يعني كان بيبقى شيء سعيد جدا زي دله الكاميرا. طيب المهم حبي من خلال هذه الالقاب المسجله كان بيعتقد جدا برضه بلقب الالقاب المختلفه في صناعه العربات الحربيه، وفيما بعد سجل لقبه الدبلوماسي الهام اللي هو وجودي لسوق الكاسوم اللي هو المعروف الملكي الى كل بلاد الاجنبيه. لكن حوي كان هناك شيء مختلف جدا في اللقب بتاعه. اولا لان اللقب بتاعه اصبح مطبوع جمهور هام. ايه هي الجمله دي؟ مطبوع الرجل الذي جاء من ارض خاطئ والذي حمل اميرتها او عظمتها. الرجل الذي جاء من ارض خاطئ والذي حمل اميرتها او عظمتها. بمعنى ان حوي واضح ان هو كان المبعوث الملكي اللي تولى يعني ايصال او اعاده للاميره الحسينيه مدحت الفرورة اللي تزوجت الملك رمسيس الثاني في العام الرابع والثلاثين من عمه من اجل تدعيم اواصر الصداقه
الناس في فرنسا سمعتي لقايدوس. We know that Fuji Impact was one of the important charities in the reign of Ramesses II, according to his two great titles, Bell Charity of His Majesty and Lieutenant Commander of Charity. Besides these two great titles of charity, Fuji Impact registered on this scale as a diplomatic title of Fuji Super Retirement or Royal Court of Every Land as one of his own career.
for the museum is the medical title of Charity of His Majesty, addition to his diplomatic title, Royal Envoy to Every Land. I observe that the diplomatic title of Pedra, registered on the Stella directly after the military title of Charity of His Majesty. This may give us an indication that Pedra was having the military and diplomatic careers as Charity and Royal Envoy at the same time. It is remarkable from the other titles of Pedra, which registered on his Stella of Ashura Museum, that Pedra had the important title of the Egyptian governors in Asia, which is Inira Khasut Her Khasut Mehmet, or governor of foreign countries in the northern country. This title registered in a different form on a purely common of him as governor of foreign countries of Khu. And after he died, he registered his basic title of Charity, First Charity of His Majesty. We found the same case previously in the titles of the First Charity of His Majesty Li, who held the title governor of northern foreign countries. In this reign of Ramesses II, this led us to say again that there is a clear relationship between the royal envoys, charities and governors in their diplomatic, political and military missions. Therefore, I think that the Ramesses Charities was able to have the offices of the Egyptian governors in the north according to their great political and diplomatic experience, which they gained from their diplomatic works as royal envoys to every foreign country. في الوحدة القائد الأول أو القائد الأول العربي للحربية في العرب الموجودة حاليا في متحف إشموريا شيء طبيعي برضو من خلال هذه الوحدة كما سبق من أصوات إنه برضو بدرا كان بيتفاخر في تسجيل ألقابه العسكرية أو ألقاب الحربية في مصر إسلام العربات الحربية بجانب الألقاب الدبلوماسية الأخرى التي توضح مهامه. جميل. ده طبعا خلاص من الواضح ان احنا من خلال الاثار اللي عرضناها ان ده اصبح سمه في اثار ضباط العربات الحربيه اللي كان ليهم دور في المسك، ان اثارهم بتحتوي على كلا اللقبين او كلا المهام. تمام؟ لكن بالاضافه لذلك من خلال دراسه الاثار الاخرى دي وجد ان هو كان بيتولى بعض المعاصم السياسيه الاخرى في بلاد كنعان او فلسطين. بمعنى ان هو كان من اهم ارقامه ان هو حتى لقب المشرف على البلاد الاجنبيه الشماليه او القائم يعني او المسيطر على البلاد الاجنبيه الشماليه او لقب المشرف على بلاد خور او خرون خرو هي خور معناها فلسطين. فمعنى كده ان هو يبدو ان ضباط العربات الحربيه المصريه كانوا يتولوا بجانب بعض المناصب الدبلوماسيه مناصب سياسيه كمان او ان هو كان حامل لكل هذه المناصب والمهام في نفس ذات الوقت. فده برضه بيدفعنا الى مدى الاهميه التي تولاها هؤلاء الرجال ومدى المهام التي فرضت اهميه المهام التي فرضت عليهم. تمام؟ اوكي. وصف هذا الاستيلاء او الفيرست شارتو في مصر والنكر in the British Museum. As usual, it was including all of his military and diplomatic titles, and it gave us an indication to make him one of the Ramesside Charities who was responsible for the diplomatic duties. مرة أخرى برضه دي برضه نروح القائد أو السابق الأول عمل دولته الحربية فاروق من نفر والموجود حاليا في المتحف البريطاني رقم 154 وكالعادة هي برضه تعتبر أحد الأدلة الأثرية والكبرى التي تدل على المهام السياسية والمهام الممارسية التي كان يكلف بها ضباط العربات الحربية المصرية. This is the graffiti, the first challenge of his next album, South the Kingdom of Rome. As we observe, it is considered as a different kind of graffiti. It is not unusual.
pleasure to be. Okay, pleasure to be in Hangar. Okay, and this was his name. And he was here for Gucci before, which is a royal involuntary foreign company. This one was his diplomatic title, and this was his military title and rank of the Shagas. Okay, pleasure to be in Hangar. Then I came from Zimbardo. There are a few people who are. مش عارف الجامعة العربية هل مش عارف شات ولا كتابات اليوم بقى كنت في الدروس المتخصصين بقى. نرجع في الخاص بإلقاء الأنصات الأول العادة في الإدارات الحربية أي بي وتم العثور عليه في جنوب معبد أبوه في بلاد اللغة وزي ما احنا شايفين هنا أي برضه سجل هنا لقب الإبدال والدبلوماسي اللي هو أوروبوتشي اللي هو مدير الجواز الملكي وهنا اللقب الإداري اللقب العسكري في الخاص بصحة المكتبات الحربية اللي هو القائد الاول معارض طياراته الحربيه وهنا بقى طبعا بقيه الالقاب الفرديه المعتاده اللي احنا عارفينها. As we hear, this is the graffiti of the first child of His Majesty, Hori, which found in Ubu. Okay? Hori was one of the viceroys of Kush in the later period of the Antilles dynasty. But before he ascended this important administrative and official office, he was one of the officers of the Egyptian chariotry, and he also held the same, he was also having the diplomatic, usual diplomatic titles of the Ramesside chariotry. So as we see here, he mentioned his military titles and ranks as Kijan and MF here. And after he died the dynasty, he mentioned his diplomatic title as Mochi Nisu Er Khasut Nem. Okay? So in our part here, we see his military title and rank as besides from being Kijan, Kijan to be an MF. Okay, this was the military title and rank of the Shayotri, Kejun to be the Khamenei. Then after the Khamenei came his diplomatic title and rank as Mbuji, the Sultan, the Sultan, or the royal envoy to every foreign country. Here is just a question that we would like to discuss. Most of the later Shayotris that we were speaking about, their graffiti found in lower Nubia, and some of them, their graffiti found in upper Nubia. So it seems that they were having some diplomatic missions in these areas. As you know, that Ramesside Nubia was consisting of two parts, which was Lower
قام بمرور هذه المنطقة وتفضل بوضع هذا الجرافيتو اللي سكن من خلاله أرقامه الحربية وأرقامه الهندسية who has a diplomatic title, Royal Envoy to every foreign country
long and eventful prayer required many royal imports of various ranks to fulfill the diplomatic affairs to their widest extent. Five, Ramzan Chalutir succeeded in doing notable diplomatic missions during the Versailles Agreement, such as carrying out the political negotiations in the Egyptian Empire to be achieved in 21 of Ramesses II reign, and the accompanying of the entire princess Mehr Rura, the daughter of the king of the Hittites, in her journey from her country to Egypt to bury Ramesses II in the 34th year of his reign. Ramesses charioteers were able to have the offices of the Egyptian governors in the north according to their great political and diplomatic experience, which they gained from their diplomatic works as royal envoys to every foreign country. So, finally, I just have to add important information. In the 1st and 2nd of December 2012, the first international charity conference held in Cairo in the Netherlands Flemish Institutes in Cairo. It was jointly organized by both of the American University of Cairo and the Netherlands Flemish Institute in Cairo for 2 or 3 days. Actually, the conference was including one of the most greatest and famous Egyptologists in the field of the military of ancient Egypt, like Professor Anthony Spallinger, Philip Manassa, Robert Pryor, Andrew McGuire, Suleiman Krom, and many others. And it was a big honor for me to be the only Egyptian Arab Egyptologist who found in this great conference. Actually, the conference was one of the most successful conferences in the Egyptological conferences in the last years. And after hard working during the conference, in the following year, in 2013, it has been published the book of the conference, which is the Chasing Chariots, who were the proceedings of the first international chariot conference in Cairo. Actually, this book considered as the first Egyptological
عمليا لتولي هذه المنصه. النقطه الثانيه كمان انا قلت ان الادله او الوثائق التاريخيه خلال عصر المعارضه ادتنا صوره تكاد تكون شبه كامله وشبه واضحه عن اهميه ومدى خطوره هذا الدور الذي لعبوه الوثائق الحربيه المصريه من خلال دور الجامعة الأمريكية في القاهرة بين الدراسة في كايرو والمعهد البولندي
Salutes of the Seniors of the First International Shire Conference اللي ضم أبرز وأنجح أبحاث المؤتمر. وهذا الكتاب صدر في لايكن زي ما ذكرت من ربه. الحقيقة الكتاب كان بيسه في إيه وكان تجربة كبيرة، هو كعمل علمي استطاع أن يجمع كل ما أو أبرز ما كتب عن المركبات الحربية والعربات الحربية سلاح العربات الحربية سائق العربات الحربية سواء في مصر أو في منطقة الشرق الأدنى القديم. والحقيقة أن هو يعتبر عمل موسوعي أو علمي مجمع يتضمن المزيد من أو كثير من المقالات الكافية بالنسبة لعلماء المصريين أو المأسين أو اللي هم عايزين يستفيدوا من هذه النقطة الهامة في علم المصريات. أتمنى طبعا للمطلعين إن حضراتكم من يعني السادة الباحثين اللي هم يعني أتمنى المزيد من الاستزادة أو المزيد من التناقض أو المزيد من التفاوض زي ما بيقولوا. الكتاب هو يعتبر أبرز عمل علمي عن المعارضة الحربية في مصر الشرق الأدنى القديم، وستجدوا فيه كثير من الدروس والمقالات الأكثر من رائعة. طبعا أتمنى أن يتم في المستقبل حاجة يعني سجل انترناشونال شارك كونفرنس أو المؤتمر التاني، لكني لا أعطي يعني مش عارف هو الموضوع ده بصعوبة، لأن فعلا هذا العمل العلمي البارز والجامع كان أكثر من مميز. وأتمنى أن السادة الإسرائيليين وعلماء المصريين والمؤسسين وزملاء وأصدقائنا الطلاب كلهم يستمتعوا present all my respect for your attention, and I would like that you have all scientific and Egyptological benefits from me doing this lecture as you wish, and thank you very much for your attention, and I hope that I could be a good lecture for you and a good colleague and a good Egyptologist for you too. بحب أشكر حضراتكم جدا لهذا الاستماع وساعه صدر حضراتكم وحضور المشرف اللي انا يعني بعتبره يعني شرف ليا ان انا اركب حضرتي وسط هذا الجمع المحترم والمميز من الزملاء الافاضل المصريين والاجانب وافاضل الساده الباحثين والمهتمين بعلم المصريات وتاريخ الشرق مصر القديمه. واعتقد ان الوقت دلوقتي مناسب ان احنا نعمل ديسكشن او مناقشه يعني لما حضراتكم تحب ان شاء الله. او لو كنت ممكن ديسكشن توجيزر يمكن نفتح باب المناقشه.